هلا واضح. أنا ديما شعار، شيف واستشارية بمجال المطاعم والسياحة. هلا بلش الباشن من عائلة هي بتحب الأكل، وبعدين بلشت كلعبة، وبعدين بلش هيك حلم صغير يكبر شوي شوي. هو صديق والدي وقتها هو اكتشفني وقال لي انه انت لازم انه تطلعي وتدرسي انه تعملي شيء بمجال الاطعام. فهون بلش الحلم وبلش يكبر. فانتقلت من سوريا وقتها على موريال على كندا ودرست بهذا المجال اللي هو اطعام واداره مطاعم، ومنه انطلقت. هلا من احدى المشاركات اللي هي كانت توب شيف على الام بي سي، أنا بعتبرها من الأشياء اللي كانت بوزيتيف بحياتي، عطتني كتير دعم ودفش لقدام، يلي هو أول شيء على الصعيد الشخصي. This is my happy world. وهول الشباب اللي نحن دوماً بنكبر فيهم، يعني نحن بلاهم بهاي المصلحة ولا شيء. عندي ميشن يلي هو كل سنة بطلع لخمس بلاد، whether it's Europe، بأمريكا، بكندا، بس يعني يصير انه نشر لثقافة المطبخ السوري، هي اكثر انه يعني to exchange the culture. اكثر كلمة احيانا بسمعها انه يعني انا رجال مجوز وعندي اولاد، فبتقبل وما بتقبل. يعني ما عندنا نحن شيء بالمطبخ، ما في شيء اسمه رجال، يعني ما في شيء اسمه مؤنث ومذكر، تمام؟ كله جاي يشتغل. يعني هن حتى مثلا عندهم مشكله بالتراتبيه احيانا، انه كيف مثلا اليوم مره هي عم تقودنا، فبقول لك ما كانت هي سهله. فتره مثلا كنت قاعده بندوه كلها نساء وهيك، فقالوا لي انه اذا فيك تعطي مسج مثلا لامهات مثلا شو بتقولي لهم؟ قلت لهم وحده من الاشياء اللي بخلي، يعني انا اليوم اذا كنت كأم، وحده من الاشياء اللي بخلي اولادي يكون عندهم حلم، لانه انا قصتي بلشت بحلم.